بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتكلم عن شرح تجربة determination of MIC by Broth Dilution method. ال MIC هو minimum inhibitory concentration، يعني أقل تركيز من الأنتي مايكروبيال ايجنت يقدر يمنعلي الجروس بتاع المايكرو أورجانيزم. أما ال minimum bactericidal concentration هو lowest concentration of anti microbial agent to kill المايكرو أورجانيزم، إن هو يقدر يقتل المايكرو أورجانيزم. وحدة قياس الـ MIC أو وحدة قياس الـ MBC بتكون بالمايكروغرام بير ميلي. نيجي بعد كده لأهمية تحديد الـ MIC. الـ MIC مهم بالنسبة لي عشان أقدر أحدد كمية الأنتيبيوتيك اللي أنا هديها للبيشنت. تاني حاجة نوع الأنتيبيوتيك اللي أنا هستخدمه، الـ Type of Antibiotic. تالت حاجة أنا عايز أقلل الـ Antimicrobial Resistant لأي Specific Antimicrobial Agent. فالهدف من التجربة ان انت هيكون معاك 4 ملي فوليوم من اي انتي مايكروبيال ايجنت، ومطلوب منك ان انت تعمل ديتيرمين للام اي سي من خلال البروس دايليوشن ميثود. خطوات تجربة الام اي سي. اول حاجة انت بتستلم 5 انابيب فاضيين، بتعلمهم 2 3 4 5 والبوستيف والنيجاتيف كنترول، وبتعلم أمومة الأنتيبيوتيك برقم 1. بعد كده بتعمل 2-fold serial dilution للأنتيبيوتيك من خلال ايه؟ اول حاجة هتنقل 2 ملي من النيوترانت بروس في كل الأنابيب الفاضية، بس لازم تبدأ بالنيجاتيف كنترول، يعني هتنقل في 2 و3 و4 و5 والبوستيف والنيجاتيف، بس starting with negative control. بعد كده هتنقل 2 ملي من الانتيبيوتيك للأنبوبة رقم 2 وتعمل ميكسنج، ومن 2 ل3 2 ملي وتعمل ميكسنج، وتفضل ريبيت لحد 5، بس اخر عند 5 هيكون معاك الفاينل فوليوم 4 ملي، فانت بتعمل ريجكشن لللاست 2 ملي. بعد كده بتضيف 0.2 ملي من الكالتشر لكل الانابيب اكسبت النيجاتيف كنترول، يعني بتضيف الكالتشر بتاعتك الأنبوبة A و2 و3 و4 و5 والبوستيف، ومش بتضيف كالتشر للنيجاتيف. بعد كده بتعمل انكيبيشن عند درجة حرارة 37 لمدة 24 ساعة، وبعد كده بتحسب الـ MIC. طيب بنقول ان انت معاك أنبوبتين من النيوترنت بروس، وأنبوبة الأنتيبيوتيك أو الأنبوبة A وأنبوبة الكالتشر. فانت أول حاجة أنبوبة الأنتيبيوتيك أو الـ A بترقمها 1، بعد كده بترقم الأنابيب الفاضية 2 3 4 5 والبوستيف كنترول والنيجاتيف كنترول. أول حاجة أنت بتضيف 2 ملي من النيوترانت بروس في الأنبوبة رقم 2 و3 و4 و5 والبوستيف والنيجاتيف، بس أنت بتبدأ بالنيجاتيف الأول. وبعد كده بتضيف الانتيبيوتيك او تعمل دايليوشن للانتيبيوتيك، ان انت تجيب 2 ملي من الانتيبيوتيك من الانبوبه رقم 1 للانبوبه رقم 2، فالفاينل فوليوم عندك هتبقى 4. هتعمل ميكسنج، بعد كده هتنقل 2 ملي من 2 ل3، فالفوليوم هنا هيقل ل 2 والفاينل فوليوم هنا هيبقى 4. فلو التركيز كان هنا 1000 هيبقى هنا 500، هيبقى هنا 250. انت بتعمل 2 fold serial dilution، ما بين كل dilution والتاني التركيز بيقل للنص. هتنقل 2 ملي من 3 ل4، فالتركيز هيكون هنا 125، وبعد كده تنقل 2 ملي من 4 ل5، فالتركيز هنا هيكون 62.5. الفاينل فوليوم هنا هيكون 4. اللاست 2 ملي دول discarded، بحيث ان الفوليوم عندك في الاخر في كل الانابيب يكون 2 ملي فقط، في الانابيب ال 500 وال 200 والانبوبه ال 500 وال 250 وال 125 وال 62.5. بعد كده بتيجي خطوه اضافه الكالتشر. انت بتضيف 0.2 ملي من الكالتشر في الانبوبه الانتيبيوتيك او الانبوبه 1، انبوبه 2، انبوبه 3، انبوبة 4، انبوبة 5 وانبوبة البوست اوف كنترول، ومش بتضيف كالتشر لانبوبة النيجاتيف كنترول.
نيجي بعد كده لدور البوستيف والنيجاتيف كنترول. في البوستيف كنترول انت كنت بتحط 2 ملي من النيوترنت بروسكال من النيوترنت بروس ميديا والكالشر بتاعتك. في النيجاتيف كنترول انت كنت بتحط البروس او النيوترنت بروس ميديا اونلي. انت في البوستيف كنترول انت كنت عايز تتاكد ان الميديا بتاعتك مناسبه للجروس بتاع المايكرو اورجانيزم. اما في النيجاتيف كنترول انت عايز تتاكد ان الايكويبمنت والميديا اللي انت مستخدمها دي استرايل. فبالتالي البوستيف كنترول لازم تكون تربد والنيجاتيف كنترول لازم تكون كلير. انت برضو بتعمل البوستيف والنيجاتيف كنترول عشان تقارن من خلالهم بالانابيب اللي هتطلع تربد والانابيب اللي هتطلع كلير في الدايليوشن بتاع الانتيبيوتيك اللي انت كنت مستخدمه. نيجي بعد كده لجزء الريزلت. في الريزلت انت كان معاك 7 انابيب، انبوبة الالف والخمسمية والمتين وخمسين والمية خمسة وعشرين والاتنين وستين ونص، دول انابيب الانتيبيوتيك دايليوشن. طلع منك اول انبوبتين دول كلير والتلات انابيب اللي بعد كده طلعوا تربد. انبوبة البوستيف كنترول لازم تطلع تربد وانبوبة النيجاتيف كنترول لازم تكون كلير. طيب الام اي سي فين بقى؟ الام اي سي هو الافريج ما بين اللوست كونسنتريشن انهبت الجروس بلس الهايست كونسنتريشن اللاو ذا جروس. فاللوست كونسنتريشن انهبت جروس هو ال 500، ده اقل تركيز قدر يعمل انهبيشن للجروس والانبوبه طلعت معايا كلير. والهايست كونسنتريشن اللاو ذا جروس هو ال 250، ده اعلى تركيز عنده البكتيريا حصل لها جروس. فالافريج ما بينهم هيكون الام اي سي، فال 500 بلس ال 250 على 2 هيديني الام اي سي اللي هو 375 مايكروجرام بير ملي. طيب بعد كده بتيجي جزء حاجه اسمه الجزء اسمه الاذر اكسبكتد ريزلت. لو كل انابيب طلعت معايا كلير فالام اي سي هيكون اقل من اقل تركيز انا مستخدمه. يعني لو كل الانابيب طلعت عندي كلير، لو حد ال 62 ونص طلعت معايا كلير فالام اي سي اقل كمان من ال 62 ونص. تاني ريزلت بعد كده، لو كل التيوبس طلعت تربد فالام اي سي اعلى من اعلى تركيز. يعني لو كل الانابيب طلعت تربد ابتداء من الالف فالام اي سي لسه في تركيز اعلى من الالف. لازم اتاكد ان البوستف طلع تربد والنيجاتيف طلع كلير، لان اذر فاريشن لو البوستف ما طلعش تربد او النيجاتيف طلع تربد ده معناه ان الاكسبيرمنت بتاعي او التجربه بتاعتي انفاليد. ادوات تجربه الام اي سي باي بروس دايليوشن ميثود، هيكون معاك انبوبتين من النيوترنت بروس، مصه 5 ملي، مصه 1 ملي، 6 انابيب فاضيين، انبوبه الانتيبيوتيك مكتوب عليها ايه، انبوبه الوزرمان فيها الكالشر، والجلاس بنسل ده انت بتجيبه. اول حاجه انبوبه الانتيبيوتيك او الايه ده، هنا الانتيبيوتيك دايب في النيوترنت بروس ميديا بتاعتي. بعد كده بيكون معاك 6 انابيب فاضيين هترقمهم 2 3 4 5 وانبوبه البوستيف كنترول والنيجاتيف كنترول، وبعد كده انبوبه البكتيريال كلشر بتاعتك. بيكون معاك برضو انبوبتين من النيوترنت بروس اللي هتعمل فيهم الديليوشن للانتيبيوتيك بتاعك، ومعاك مصتين. المصة الخمسة هي المصة اللي بتكون المصة التخينة، تمام، دي اللي هتنقل بيها النيوترنت بروس في كل الانابيب وبعد كده الديليوشن الانتيبيوتيك. والمصة الواحد اللي هتنقل بيها البكتيريا الكلشر في كل الانابيب ما عدا النيجاتيف كنترول. انت بيكون معاك انبوبة الانتيبيوتيك او الانبوبة ايه دي بتديها رقم 1. معاك بعد كده انابيب فاضيه هترقمهم 2 3 4 5 والبوستيف والنيجاتيف كنترول. اول حاجة هتجيب المصة الخمسة هتفتحها
تلحم الجزء ده وتظبط ايدك الصابعين دول هما اللي هيمسكوا المصة والصابع اللي فوق هو اللي هيقفلها. تتأكد برضو ان الجلافز راكب كويس عشان المصة ما تهربش معاك. بعد كده هتعمل ريليز للمصة بتاعتك حيث انها تكون بتشاور على الفلين. هتبدأ توزع نيوترانت بروس 2 ملي في كل الانابيب ابتداء بانبوبة النجف. هتحط 2 ملي، اول 2 ملي هتحطهم في النيجاتيف كنترول. ال 2 ملي التانيين هتحطهم في البوزيتيف. هترجع تسحب نيوترينت بروس تاني وتوزع. تحط 2 ملي في 5. بعد كده 2 ملي في 4. هتسحب النيوترينت بروس تاني، هيكون معاك انبوبتين نيوترينت بروس عشان يكفوك. نعمل فليمنج تقفل. هتحط 2 ملي في 3. وبعد كده 2 ملي في 2. وترجع البروس مكانه تاني. يبقى انت كده وزعت نيوترينت بروس في كل الانابيب ابتداء بالنيجاتيف كنترول. دايما اسال نفسك هل انت لسه محتاج المصه ولا لا، هل انت لسه محتاج المصه ال 5 مللي ولا لا. فانت فعلا محتاجها عشان انت بعد كده تعمل الدليوشن من 1 لحد 5. فانت هترتب الانابيب بتاعتك تاني، هتحط الانتيبيوتكس مفروض من 1 ل 2 ل 3 ل 4 ل 5. فدايما سيب اللي فاضي من الانبوبه اللي انت هتاخدها والانبوبه اللي انت رايح لها. هتيجي من الانبوبه الانتيبيوتيك او الانبوبه رقم ايه، هتاخد 2 ملي. وتحط ال 2 ملي بتوعك في انبوبه رقم 2. بعد كده هتعمل ميكسنج ان انت تسحب الليكويد وتنزله مرتين عشان تنزل اي ريزيدوال اماونت من الانتيبيوتيك.
بعد كده هتسحب 2 مللي وتسيب اللي فاضي ما بين 2 و3 لانك رايح ل3 وتحط ال 2 مللي بتوعك في 3. بعد كده هتعمل ميكسنج مرتين وتسحب 2 مللي من 3 وبعد كده هتحط 2 مللي في انبوبة رقم 4 تعمل ميكسنج مرتين تاخد 2 مللي تحطهم في 5 بعد كده هتعمل ميكسنج واخر 2 مللي دايما في الانبوبه رقم 5 بنعمل لهم ديسكاردنج. اللاست 2 مللي بقى خالص لازم اعمل لهم ديسكاردنج لان انا مش محتاجهم، بحيث ان الليفل في الانبوبه من 2 ل 5 يكون 1. انا ما عادش محتاج المصه الخامسه في حاجه. الليفل في الانابيب اللي هم الاربع انابيب هلاقيهم 1 2 زي 3 زي 4 زي 5. نيجي بعد كده هنبدأ نوزع الكالشر بالمصة الواحد ملي. احنا نوزع الكالشر في كل الانابيب من 1 2 3 4 5 والبوستف. النيجاتيف احنا ما بنحطش فيها، يعني هنوزع 1 2 3 4 5 والبوستف ما بنحطش فيه النيجاتيف. برضو افتح المصة الواحد بنفس الطريقة، افتح الجزء اللي فوق ده. بعد كده اظبط الجلوفز عندي عشان اقفل المصه كويس جدا. بمجرد ما اعمل ريليز للمصه، المصه تكون جنب الفليم، انا هنقل 0.2 مللي من الكالشر بتاعتي في كل الانابيب. فهبدا اسحب هبدا انقل 0.2 في كل الانابيب ما عدا النيجاتيف كنترول. 0.2 في الانبوبه رقم A، 0 لحد 0.2 وبعد كده 0.2 في الانبوبه رقم 2 من 0.2 لبوينت 4 وبعد كده 0.2 في الانبوبه رقم 3 من 0.4 لحد 0.6 وبعد كده
بوينت 2 في الأنبوبة رقم 4 بوينت 6 لحد بوينت 8 واسحب كلشر تاني عشان احط في 5 وفي البوزيتيف كنترول. هحط بوينت 2 في 5 بوينت 2 لبوينت 4 وبعد كده بوينت 2 ملي في البوزيتيف كنترول. من بوينت 4 لبوينت 6 وبعد كده ارجع الاكسس كالشر مكانها وبكده اكون انا خلصت التجربة. يبقى دلوقتي انا اول حاجة خالص وزعت النيوترنت بروس بتاعي في الانابيب اللي هما 2 و3 و4 و5 والبوستيف والنيجاتيف. بس انا اول حاجه ببدا في توزيع النيوترنت بروس بالنيجاتيف، يبقى انا حطيت بوينت 2 ملي في كل الانابيب ابتداء بالنيجاتيف، ما بحطش بروس في الانبوبه رقم ايه لان الانتيبيوتيك انا بكون مدوبه في الميديا اصلا، فمش محتاج ان انا اضيف بروس فاعمل دايليوشن في نفس الانبوبه. بعد كده بنقل بنفس المصه 2 ملي من 1 ل 2 وبعد كده 2 ل 3 ومن 3 ل 4 من 4 ل 5 اخر 2 ملي ل 5 كنت بعمل لهم ديسكاردنج بره خالص بحيث ان الليفل في كل الانابيب يكون 1. بعد كده بضيف بوينت 2 من الكالشر في كل الانابيب من 1 لحد البوستيف بحيث ان الليفل في الاخر يكون 1. هنا بنبوستيف والخمسه والاربعه والثلاثه والانبوبه رقم كمان 2 هلاقي الليفل كله 1 فيهم، ليفل 1 في الاربع انابيب من 2 3 4 5 والبوستيف. بعد كده انا بدخل السبع انابيب دول الحضانه اللي هم الواحد والاثنين والثلاثه، كل الانابيب دي بدخلها الحضانه ما عدا الكالشر وبعد كده اشوف الريزلت. زي مثلا ان الام اي سي طلع ما بين الاثنين والثلاثه، بمعنى ان الاثنين طلعت كلير والثلاثه طلعت تربت، فبالتالي الام اي سي هيكون في الديليوشنز اللي ما بين اثنين وثلاثه. فالوقتي انا ادخل الراك ده الحضانه واشوفه بعد 24 ساعه. بعد ما خلصنا تجربة الـ MIC بروس هنيجي للحضانة، هنبدأ نشغل الحضانة وبعد كده أحط الراج بتاعي جوه الحضانة في السبع أنابيب بتوعي وأسيبهم لمدة 24 ساعة. 24 ساعة عند درجة حرارة 37، أنا بتأكد من درجة الحرارة من خلال الترمومتر اللي جنب الراج بتاعي. دلوقتي انا ببص بلاقي انبوبة رقم 1 وانبوبة رقم 2 كلير، انبوبة من 3 و4 و5 بلاقيهم تربد والتربيديتي بتزيد معايا، يعني 3 و4 و5 3 و4 و5 تربد والتربيديتي بتزيد معايا. طيب الام اي سي فين بقى؟ دلوقتي اللوست رقم 2، انبوبة رقم 2 هي اللوست كونسنتريشن انهبت ذا جروس، وانبوبه 3 هي الهايست كونسنتريشن الاو ذا جروس، فبالتالي الافرج ما بينهم هو الام اي سي. نيجي بعد كده لانبوبه البوستيف والنيجاتيف كنترول اللي انا بقارن على اساسهم الريزلت. البوستيف كنترول احنا كنا حاطين فيها الميديا زائد الكالشر بس وزائد انتيبيوتيك، فبالتالي انا تيست الجروينج ابيليتي بتاعت الميديا، انا عايز اتاكد ان الميديا بتاعتي دي بتقدر تنمي المايكرو اورجانيزم بتاعي ولا لا. تاني حاجه النيجاتيف كنترول،
النيجاتيف كنترول. النيجاتيف كنترول انا كنت عايز اشوف هل الميديا اللي انا محضرها دي سترايل، هل الايكويبمنتس اللي انا مستخدمها دي سترايل، فبالتالي مفيش اي جروس في الميديا بتاعتي. البريكوشنز الخاصه بتجربه الام اي سي بروس. اول بريكوشن، انت لما تيجي توزع النيوترنت بروس بتاعك بتوزع في كل الانابيب ابتداء بالنيجاتيف وما عدا الانبوبه رقم A او الانتيبيوتيك، لان الانتيبيوتيك بيكون دايب في الميديا عندك فانت مش مستاهل انت تعمل له دايليوشن، فانت بتبدا بالنيجاتيف وتوزع في كله 2 ملي لحد 2. ده اول بريكوشن. البريكوشن الثاني، لما تيجي بعد ما تخلص الدايليوشن للانتيبيوتيك لحد انبوبه رقم 5، لما تيجي توزع الكالشر بتاعتك بتحط 0.2 ملي في كل الانابيب ما عدا الانبوبه رقم، ما عدا الانبوبه النيجاتيف، النيجاتيف كنترول. ثالث بريكوشن، لو انت سي مثلا في قطنه وقعت منك على البنش وانت في الشغل مثلا بتاعك، طبعا البنش مش سترايل كونتامينيتد، فانت معاك قطنتين كمان اهم، دول انت الانبوبتين دول انت بعد ما بتخلص شغل بيهم ما عدتش محتاجهم، فانت ممكن تاخد القطنه دي الجزء من الداخلي منها بيكون سترايل وترجعه عند الانبوبه رقم 4 اللي انت القطنه بتاعتك وقعت منك على البنش. اما تيجي تسلم الانابيب بتاعتك هتسلم السبع انابيب دول بس من غير انبوبه البروس ومن غير انبوبه الكالشر، بتسلم السبع انابيب بس من 1 2 3 4 5 والبوست والنيجاتيف، وبتكتب على كل انبوبه اسمك وتسلم التجربه وتشوفها بعد 24 ساعه. لما تخلص شغل خالص برضو ما تنساش ان انت تشيك على الانابيب بتاعتك مقفوله كويس جدا، بعد ما تكتب اسمك على كل انبوبه تشيك على الانابيب كلها انها مقفوله، القطن بتاعها مقفول كله كويس جدا. لما تيجي تسحب باي مصه دايما او تيجي تفتح اي مصه، الجزء الاولاني ده الجزء اللي انت بتفتحه، بتفتح ايدك على قد ما تقدر وتخلي الجلافز ظابطة على ايدك بحيث ان المصه ما تقربش وانت بتسحب. بعد كده بمجرد ما بتعمل ريليز للمصه بتخليها جنب الفليم كانها بتشاور على الفليم، كل شغلك جنب الفليم لان الجزء المدرج من المصه ده هو الجزء المعقم اللي بيخش معاك في الانابيب. دايما حركتك في سحب اي مصه بتكون من الداخل، حركتك في سحب اي مصه بتكون من الداخل، والصبعين دول فري، هتعمل فليمنج تسحب الكميه اللي انت تسحبها عادي خالص، وبرده اما تخش من جوه هتعمل فليمنج، وبرده لما تيجي تقفل من جوه.